ايه اليوم الحلو ده وايه الناس الحلوة دي؟ مدرسة الفن والهندسة بتفتح فصولها من جديد وبتدك الحصون الاتحاد المنستيري برباعية. مدرسة الفن والهندسة بتبدع على الأراضي السعودية، الزمالك المصري اللي مشرف الكورة المصرية على الأراضي السعودية بيفوز على الاتحاد المنستيري برباعية، وصفقة القرن بتتم في نادي الزمالك، الرد على ألم إمام عاشور باتنين من مرتضى منصور، وإعادة مباراة الأهلي وبيراميدز. هل ليه هيتعاد المباراة؟ هقول لك على السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وإخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. وكالعادة لا يحلى الكلام إلا بذكر خير الأنام، رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا يا أبو الصحاب ادعم أخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس أمرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من أفراد أسرة ملعب أفندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، نادي الزمالك المصري كان على موعد مع بداية البطولة العربية، البطولة اللي قلنا عليها امبارح ان هي الدورة الرمضانية، وده عشان سوء المباريات اللي اتلعبت امبارح وسوء الاداء اللي كان موجود من معظم الفرق. لكن البطولة بتبدأ من النهاردة، البطولة بدأت بظهور النادي الملكي نادي الزمالك العظيم، البطولة بدأت مع المتعة ومدرسة الفن والهندسة، البطولة بتبدأ وبتقول للدنيا كلها ان هي اقوى بطولة بوجود النادي الملكي، نادي الزمالك اللي الكل شكك في امكانياته وانه هيقدر يحقق اي نتيجة في البطولة العربية، وخصوصا بعد الاخفاقات المتتالية في كل البطولات السابقة، الا ان ركالة الزمالك كانت على قدر المسؤولية وقدروا ان هم يسحقوا الاتحاد المنستيري برباعية. ابتدأها سيف الدين، سيف الدين يا سيف الدين، جمهور الزمالك بيك فرحان وسعيد. سيف الدين الجزيري بيحرز الهدف الاول من صاروخية، ويجي من بعد منه احمد سيد زيزو النجم الكبير النجم العظيم اللي دايما بيمتعنا بألعابه ومهاراته، يحرز الهدف الثاني عشان تعلى الفرحة الزملكاوية في الأراضي السعودية، والزمالك يكتف بكده. لا طبعا، ده انا النادي الملكي، انا النادي اللي رايح اشرف مصر في السعودية عشان سيد نيمار الغدار يحرز الهدف الثالث. يكتفي نيمار بكده؟ ما قلت لك لا، ده ولد غدار عشان يحرز الهدف الرابع ويختتم مسلسل الفن والجمال، مسلسل المتعة، مسلسل الإحساس الكروي العظيم. ما أجمل الإحساس إنك تكون كسبان بأداء ونتيجة، تكون قاعد متشرف وحاطط رجل على رجل وبتقول أنا مشجع نادي الزمالك، انا اللي فرقتي بتفوز على الاتحاد المنستيري بطل تونس برباعية. الف مليون مبروك لكل الشعب الزملكاوية، الف مليون مبروك من هنا لبكرة يا حبايب الغاليين. ده كان موضوعنا الاولاني اللي هو فرحة الزملكاوية. طب ايه موضوعنا التاني يا عم افندينا؟ صفقة مدوية، صفقة من العيار التقيل، صفقة هتهز أركان النادي الأهلي، صفقة بيرد بها مرتضى منصور على الكابتن محمود الخطيب، صفقة رد الاعتبار بعد ما إمام عاشور ما باع الزمالك وراح النادي الأهلي. يسكت مرتضى منصور ويسكت نادي الزمالك؟ لأ، الصفقة تمت في الساحل الشمالي، صفقة هيعلن عنها المستشار مرتضى منصور خلال أيام، وبالتحديد في المدة مش هتزيد عن 7 أيام، أسبوع بالظبط، وهيعلن عن نجم النادي الأهلي داخل نادي الزمالك. هتقول لي إيه اسم الصفقة؟ هقول لك اهدى علينا شوية، أنا حابب إن أنا أطمنك وأفرحك كزملكاوي، ويعني إخواتنا الأهلاوية ما يجراش حاجة أما تقلقوا معانا شوية، لكن مش هنقول على اسم الصفقة لما يتعلن
رسمي، انما احنا بنقول لك اهو ومن دلوقتي الصفقة تمت في الساحل وكل شيء تم والامور تمام وتم اللقاء من خلال زوم والتوقيع والدنيا زي الفل والدنيا روقان، الفلوس جاية من البطولة العربية والصفقات زي ما قلنا ان معالي المستشار مرتضى منصور نصح احمد زايد زيزو وقال له هتكمل معانا يا زيزو، قال له انا مكمل في حالة وجود صفقات قوية، قال له وعد مني هدمر لك موسم الصفقات دي، وبالفعل معالي المستشار قدر انه يخلص صفقة النادي الاهلي وخدها من قلب الاهلي، الف مليون مبروك يا زملكاوية وان شاء الله اللي جاي احلى واحلى. طب ايه حكاية اعادة مباراة الاهلي وبيراميدز؟ هو بعد العيد بيتفتح الكحك، ده الدوري خلص يا سيد؟ هقول لك اه معاك ان الدوري خلص، لكن من حق الاهلاوية ان هم يفرحوا بالخبر ده، لان الخبر ده خبر هيسعد كل الجماهير الاهلاوية وخصوصا ان المباراة كانت انتهت بهزيمة النادي الاهلي بثلاثية، ما هو نادي بيراميدز قدر انه يفوز على النادي الاهلي 3-0 في المباراة الشهيرة بتاع قلم حسين الشحات للشيبي، لكن حصل حاجة مدوية مفاجأة هتصدم كل بتوع بيراميدز، مفاجأة من العيار التقيل. ايه المفاجأة يا سيدي؟ هقولك ان في لاعب من نادي بيراميدز لعب 7 دقايق كاملين في ارضية الملعب وهو مطرود. اه والله ازاي يا جدع؟ هقولك اهو احمد توفيق، احمد توفيق نجم الزمالك السابق ونجم نادي بيراميدز الحالي واخو اكرم توفيق نجم النادي الاهلي كان المفروض ينطرد في الدقيقة 86، طب ما انطردش ليه؟ ما الحكم ما طردوش يا عم افندين. هقول لك الحكم ما طبقش القانون، انما احمد توفيق حصل على انذارين، واحد في الدقيقة 64 وكان اللعبة دي خد فيها انذار كمان احمد فتحي، يعني ده اول انذار لمين؟ لاحمد توفيق. طيب يا عم ايه المشكلة؟ لاعب عنده انذار ايه اللي هيجرى يعني؟ مفيش مشكلة. هقولك في الدقيقة 86 احمد توفيق خد الانذار التاني بعد ما اتدخل مع احمد عبد القادر واداله كوع مع ان كانت المفروض تبقى طرد مباشر الا ان الحكم اكتفى بانذار وخلاص الدنيا هديت والامور عدت وكان المفروض ان الحكم وهو بيشير له الانذار الثاني كان يشير له الكارت الاحمر، لكن الحكم نسي تناسى ما تفهمش ايه اللي حصل، احمد توفيق ما خدش الكارت الاحمر يبقى معاه انذارين اتنين في نفس المباراه وبيلعب، ونادي بيراميدز حط التالت والدنيا زي الفل والدنيا جميلة، عشان في الدقيقة 93 احمد توفيق الحكم يعني يروح يديله كارت احمر. الله ليه يا حكم؟ في ايه يا عم الحكم؟ اطلع بره يا احمد، اطلع بره يا ابني، اطلع انت مش عارف انا عملت ايه، اطلع يا احمد. احمد توفيق يطلع بره المباراة في الدقيقة 93، يعني لعب من الدقيقة 86 للدقيقة 93 7 دقايق كاملين وهو المفروض مطرود ويبقى خارج اللقاء، طبعا هنا يجب إعادة مباراة الأهلي وبيراميدز لأن في خلل في تطبيق القانون، لأن المفروض إن بيراميدز كان يلعب ناقص لاعب يعني يلعب 10 لاعبين من الدقيقة 86، وهي دي المفاجأة يا أهلاوية، ويعني حبيت افرحكم معانا عشان احنا فرحانين بنادينا العظيم نادي الزمالك المصري اللي مشرف الكره المصريه في الاراضي السعوديه برباعيه، ولحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم، واللي لسه ما عملش اللايك مستني ايه عشان تدعم اخوك باللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.